Vous d'abord, les invertébrés supérieurs. Les invertébrés supérieurs, fium juge. Fium, les mollusques, fium, les arthropodes. Kain, les arthropodes, chnohoma. Homa, les mifsaliètes. Les mifsaliètes, chnohoma. Anchoufoum, ftsouera. Amma, بالنسبة les mollusques. Mollusques, homa, rachawiètes. يعني البوش هاد المول او المحار كاين تيدخل معاهم تا هذاك اخطبوط هادو هما لي موليسك. اما لي ارتروبود هما المفصليات. غنشوفو المفصليات شنو هما في واحد لافوت. هادو هما لي ارتروبود. لي ارتروبود شنو هما؟ هما اللي عندهم واحد القشره والجسم ديالهم ولا السكوليت ديالهم على شكل ديال المفاصل. هذاك الشيء علاش نقولوا لهم المفصليات. يعني هادو تيكونوا باش يدوروا ولا باش يتحركوا تيكونوا على شكل ديال المفاصل وتيكونوا قاصحين. ها هما مجموعين في واحد التصويره واحده. هادو كاملين لي ارتروبود الا لاحظتوا كاملين فيهم هاد المميزات اللي قلت لكم بانهم فيهم هذاك الجسم ديالهم عنده واحد لا باغوا خشينه يعني قاصحه دايره بحال القروش. وكاملين فيهم هذوك المفاصل يعني هذه كاملين فيهم هذاك الشيء اللي قلت لك. يعني عرفتوا دابا لي ارتروبود. نشوفوا لي موليسك وشنو اللي تلعب لنا الدور ديال لو سكوليت عنده. لي موليسك عندنا اللي تلعب لنا الدور ديال السكوليت كيجو لو رول دو سكوليت سي لو كوكي. كاين كوكي اكسترن وكوكي انترن. هاد الكوكي لي اكسترن تنقسم لنا لجوج. تنقسم لنا الكوكي بي فالف وكوكي اوني فالف. شنو المعنى ديال كوكي بي فالف وكوكي اوني فالف؟ كوكي بي فالف يعني هذاك القوقعه ديالهم مقسومه لجوج. يعني عندنا مثلا المحار او المول عندنا جوج قوقعات يعني قوقعه من الفوق وقوقعه من التحت. يعني هذا شنو تنقولوا ليه بي فالف كوكي بي فالف. اما بالنسبه للكوكي اوني فالف كبحال من كبحال لي سكارغو او الحلزون. يعني عنده واحد قوقعه وحده هي اللي تتحشى فيها. يعني ما عندوش وحده تتسد وحده تتحل. نشوفوا دابا لو كوكي انتر. نشوفو شنو مناش تتكون ليسكارغو. بعد ليسكارغو عنده لو كوكي هي اللي تتجو لو غول ديال لو سكوليت. هذاك لو سكوليت بدورو تيجيو لو غول دو بروتيكسيون يعني تيحميها. كاين هنا كاين لاماس فيسيرال وهنا كاين لو كوك انتيريور كي تروف ا لانترن دو مونتو دو كوكي. يعني هذا هو لو مونتو دو كوكي هذا لو كور انترن. من بعد الكوكي الاكسترن عندنا الكوكي الانترن. الكوكي الانترن تيكون عند لي سيش. هذا هو لي سيش. تيكون عند الكوكي ما بين الجلد الفوقانيه والجلد التحتانيه تيكون الوسط يعني انترن. نشوفوا دابا بعض التعاريف. مثلا لومي. لومي سي لو فينومين دو ديباغاسي. يعني هو واحد الظاهرة ديال نزع الجلد. يعني تيحيدو تيبدلو الجلد ديالهم عند من تتكون تتكون عند لي ارتروبود. ارتروبود تتكون عندهم او مود كرواسونس. كرواسونس على شكل اسكالي يعني بالتدرج تيدوز واحد المرحلة وتطرى لينا لومي. تيكبر الحجم ديالو تدوز واحد المرحله وتيطرى لينا لومي. او تيكبر الحجم ديالو تدوز واحد المرحله وتيطرى لينا لومي. اما بالنسبه للانسان والحيوانات الاخرى يعني لي فيرتيبري لي زان فيرتيبري الاخرين ما تيكونش عندهم كرواسونس ديسكونتيني. يعني ما تيكونش عندهم كرواسونس اسكالي تيكون عندهم كرواسونس كونتيني. يعني تيكبروا بلا ما تنحسوا بانهم راه تيبدلوا الجلد ولا شي حاجه كبحال الانسان. اما هادو تتمر واحد المرحله تيبدلوا الجلد ديالهم كبحال اللي غنشوفو دابا في واحد الفيديو.
دابا من عند لي سكوليتشي لي زانفيرتيبري ندوزو لي سكوليتشي لي فيرتيبري. لو سكوليتشي لي فيرتيبري سي لي تيسيو اوسو، يعني هو الهيكل العظمي، يعني العظام هما لي سكوليت عند لي فيرتيبري. هاد لي تيسيو اوسو تنقسمو لنا لجوج، تنقسمو لنا لوس، تنقسمو لنا الكارتيلاج. الكارتيلاج هو فاش الكارتيلاج هو قروج، فاش هاد الكارتيلاج تيعمر لينا بلي زيليمون مينيرو، يعني تيعمر بالفوسفات والكالسيوم، هذاك الشيء تيتحول لينا الاوس، تيولي قاسع. يعني دابا نشوفو جوج ديال الحوايج، الكارتيلاج والاوس. عند لي بواسون كاين هاد سكوليت ديالهم تنسميوه شوندريش كتين، يعني هو سكوليت كارتيلاج، وهاد اوستي كتين يعني هو سكوليت اوسو. يعني هاد كاين اللي عندهم لو سكوليت ديالهم عبارة عن كارتيلاج كامل، وكاين اللي عندهم عبارة عن اوس. شيتو لي زادولت لو سكوليت اي اوسوز، يعني عند جميع المخلوقات، يعني كبحالنا حنايا اللي بالغين تيكون عندنا لو سكوليت ديالنا عبارة عن عظام. شيتو لي زامبريون لو سكوليت اي كارتيلاج، مثلا تمشي عند الجنين ما تتلقاش عنده العظام، تتلقى عنده عبارة عن كارتيلاج، يعني هما عظام ولكن باقين كارتيلاج، باقين ما داروش لينا ديبو ديال لي زيليمون، ما مروش لينا لهاد المرحلة. ياك اون تروف لو كارتيلاج دون ارتيكولاسيون، يعني المفاصل، يعني هاد الكارتيلاج هاد القروش نلقاوه في لارتيكولاسيون. اكستريميتي دوني، يعني في طرف ديال الانف، القدام ديال الانف نلقاو هاد الكارتيلاج. لوغاي اكستير، يعني الاذن الخارجيه، الاذن ديالك تقدر تحركها كيما بغيتي، يعني الاستيك، ياك هي عباره عن كارتيلاج. لو ديسك انتر فيرتيبرال، يعني هذاك لي لو فيرتيبرال تيكون هباط، تيكون عباره عن دي ديسك، هادو دي ديسك راهم عباره عن دي كارتيلاج. ترومب دي ستاش، يعني هذاك في الوسط ديال القفص الصدري، يعني باش مرتبط بكارتيلاج، يعني واحد قروش اللي هو الاستيك اللي تيخلينا فاش نديرو عملية الزفير والنافير، تيخلينا اننا نصعدو لي بومون ديالنا ونهبطو، يعني الصدر ديالنا تيكون في حالة راحة، ما تيكونش مشدود. كاين ستيرنيو تخوف دون لو كاج توريسيك، يعني تلقاو تا في القفص الصدري. تراشي ارتير، تراشي ارتير ولا لو بون، يعني تراشي ارتير هو داك تفاحة ادم، فين كاين تفاحة ادم تما كاين داك تراشي ارتير، يعني تا هو عبارة عن قروش، تنلاحظو بانه الاستيك. قالك لو بوم دادام كي تروف شي لون اي كي فورمي هرمون دو تستوستيرون، يعني كل ما كان الهرمون ديال التستوستيرون اللي تيكون عند الراجل تيكون عالي، تتكون عندنا ديك التفاحه ديال ادم اكبر، يعني هي الهرمون هو اللي بسببه تتفورما لينا هذيك تفاحه ادم، لو بوم دادم. يعني لما كانش النساء ما عندهمش بوم دادام. من لارتيكولاسيون غنمشيو دابا للسكوليت. السكوليت اللي هو اوسو كاين عندنا جوج، كاين عندنا يا اما اكسيال يا اما ابونديكولير. يعني اكسيال شنو معنيه اكسيال؟ الاكسيال هو هذا، يعني تتكون عندنا لو كران اللي هي الجمجمه، وتيكون عندنا لا كولون فيرتيبرال اللي هو داك العمود الفقري، وتتكون عندنا الستيرنيوم اللي هو القفص الصدري، وتيكون عندنا لو كو، يعني كاملين هباطين اكسيال. شنو هما لي ابونديكولير؟ ابونديكولير يعني هما هادو
اللي تيكون عندنا دايرينها، يعني لي مومبر ابونديكولير، يعني عبارة عن لي مومبر. احنا نشوفهم دابا عاوتاني، يعني هذه هي اكسيال، كاين لو كران، لا كولون فيرتيبرال، ستيرنوم، لا كو اللي هو الديل. دابا نشوفو لي ابونديكولير. ابونديكولير فيهم جوج، فيهم لي مومبر اي لي سانتور، ياك كاين لي مومبر اي لي سانتور. نشوفهم كي ندير. عندنا هذه هي اكسيال اللي قلنا فيها ثلاثه، لو كران، لا كولون، ستيرنوم، لا كو. اما بالنسبه للابونديكولير اللي هما لي مومبر، يعني هاد اليدين والرجلين، ياك. اما بالنسبه لي سانتور، كاين هاد لا سانتور وهاد لا سانتور. يعني لا سانتور شنو هما؟ هما لا سانتور اللي في الكتف، وكاين لا سانتور اللي في الخصر. يعني شنو تنسميهم؟ كاين لا سانتور انتيريور اي لا سانتور بوستيريور. لا سانتور انتيريور كاين سانتور تنسميوها عاوتاني سانتور بولفيان، سانتور كابيلير، يعني سانتور كابيلير ولا سانتور بولفيان، يعني هي هادي. اما سانتور ابونديكولير فيها جوج، فيها لي مومبر الى لي سانتور. لا سانتور تتنقسمو لينا جوج، لي مومبر تتنقسمو لينا جوج، كاين لي مومبر بوستيريور، لي مومبر لي مومبر بوستيريور و لي مومبر انتيريور. هاد لي مومبر انتيريور فيهم سانتور بيلفيان و سانتور كابيلير، يعني هي هادي سانتور كابيلير اللي تتحمل لينا اللي هما الاكتاف. وكاين مومبر بوستيريور هما هادو اللي فيها لا باسين اي لا سانتور، يعني فيها لا باسين، الباسين هو هاد الدوارة هادي للوسط، هذه هي لو باسان، وهذه اللي دايره بحال هكا هي لا سانتور، يعني هي فين تربطو السمطه.